نحن عايفين على البركة. عارف شلون؟ هيك نحن على البركة عايفين على البركة، بس تعال حسابات وكمبيوتر هذا حتروح البركة كلها. فأنت برأيك إذا حسب الحساب راحت البركة كلها، والله بتروح. اليوم معنا قصة الأخ بسام يلي عنده مصلحة حرفية يعمل بإيده السجاد والحرفيات. خلينا نشوف سوا قصة بسام. تعالوا على الانترنت تلعبوا على يوتيوب او تلعبوا لعبة، اوكي؟ عم تحضروا عم تلعبوا وقت على ساعتين وثلاثة، بساعتين اليوتيوب عم تعملوه، بسام بيطلع هاي. مش هيك نعملكم الفرق بين كرييشن وكونسمبشن. كونسمبشن انت عم تحضروا مضمون. هون هو عم ينتج، عم بيشوف شيء قدامه واقعي. الكمبيوتر تعود عليه، كله كمبيوتر، يعني هن شيء غريب عم يدوروا، حتى السواح انا عم بيجي بوقفوا بيعوا شو بينا شفت انا كله يدوين، يعني كان اول لا في لا كهرباء ولا شيء، كله على ضوء الارض بيشتغل. يعني هلا في الماكينات نزلت حديثا بس مو نفس الجوده اللي يدوي. متى عسل حط الكمبيوتر بضل 3-4 ساعات تروح عيونك صح وظهرك وقعتك اكيد. نفس الوقت شيء ممتع، يعني بترتاح عصبيتك، بترتاح هدوء، تشتغل بهدوء، ما في شيء، ما عم بشتغل ما بفكر بشيء غير بالقطعة. بس بالقطعة؟ اي بس، بدي اخلص هالقطعة، ما في شيء ثاني بيشغلني. شلون؟ كيف فيك تستقطب العملاء؟ يعني لأنه أنت بدك تتكل عليهم؟ لا لا أنا أنا هون على المصلحة لا؟ أنا عم بشتغل. ما عندي شيء اسمه عم بشتغل وأي والله يوم يومين عم بنتج. ما بعت اليوم بعت بكره بعد بكره عم بشتغل اطبق بضاعه. بيجي يوم بتبيع عم بيعدل 4-5 ايام ما بعت فيه.